واخيرا الفيديو اللي اتطلب مني كتير جدا، وربنا يعلم تعبت قد ايه عشان اجمع المعلومات في الفيديو ده، واستنيت عشان فيزا يلا بيت تتحل معظم مشاكلها واقدر اتكلم على ارض صلبه. هتكلم في الفيديو ده على كيفيه التسجيل في تطبيق يلا بي، وهتكلم برضو على طريقه رفض فيزا يلا بي بالتطبيق ومعرفه الرصيد. لكن الشرط الاساسي قبل ما تنزل التطبيق ان انت تكون مفعل الفيزا. لكن قبل ما ندخل في الانترو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، هتلاقي روابط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بال القناة أسفل الفيديو، وما تنساش تشترك في قناتنا التانية قناة تجربة المهتمة بالتنمية البشرية وعوامل النجاح وإزاي تبقى ناجح حياتك. وإن شاء الله قريبا جدا هعلن عن تفعيل خاصية الاكتساب في القناة، واللي هتقربنا أكتر وهتخلي في تواصل بيننا أكتر هنا على القناة. يلا بينا ندخل على طول على موضوع الفيديو، لكن بعد الإنترو. دي شاشة الموبايل قدامك اهو، انا فتح لي ستور، هكتب هنا يلا باي. تمام، هنا اول ما بكتب يلا باي بيظهر لي اسم يلا سوبر اب، انا ممكن اكتب يلا باي او يلا سوبر اب مفيش اي مشكلة، وبعمل انستول. حجم التطبيق هو حوالي 47 ميجا، مش هياخد منك وقت خالص وهيبقى خفيف جدا على موبايلك. بعد ما التطبيق بينزل بتعمل له اوبن على طول، بيفتح معاك التطبيق بالشكل ده. بعد كده هنا بيطلب منك انت عايز لغة تطبيق ايه، عايزه اللغة العربية، وبعمل ستارت. بيديك شوية نصايح على طريقة استخدام التطبيق، ممكن تتفرج عليها او ممكن تعديها وتعمل لها سكيب. دي واجهه التطبيق اول ما بتدخله، بيقول لك هنا تعمل لوج ان، انا مش هعمل لوج ان لان انا لسه هسجل معاكم دلوقتي حالا، فعامل ساين اب ناو. هكتب هنا رقم تليفوني، خدوا بالكم بقى من النقطه دي، هتكتب هنا رقم تليفونك اللي انت حطيته في بياناتك وانت جاي تشتري الفيزا سواء اونلاين او اشتريتها من الفرع، وهتكتب هنا رقم تليفونك، خد بالك برده من غير اول صفر، يعني انت مثلا 011 هتشيل الصفر وهتكتب 11 وبعد كده تكتب رقمك، وبعد كده بضغط على دون. بيقول لك هنا ان هل انت متاكد ان ده رقم تليفونك، فاقول له اوكي. بعد كده هنا بيبعت لي كود التفعيل مكون من اربع ارقام بياكد ان رقم التليفون ده هو فعلا اللي انا مسجل بيه، فانا هنا هكتب كود التفعيل زي ما اتبعت لي بالظبط. بعد كده هنا بيعمل لي علامه صح ان تمام كود التفعيل، بكتب هنا اسمي وايميلي وعيد ميلادي، طبعا الاسم هنا اكتب الاسم اللي انت عايز تسجل بيه، وهنا كتبت الايميل، هنا بيقول لك النوع ذكر او انثى، وبعد كده هنا بتكتب عيد ميلادك، بعد كده هنا بعمل اوكي وبعمل نت. نيجي هنا عند الخطوة المهمة جدا وهو بيانات رفع صورة بطاقتك وش وظهر، وتكتب عنوانك وتكتب رقمك القومي وتكتب ريفرال كود او كود الاحالة. ايه كود الاحالة ده؟ اللي هو ان انت مسجل عن طريق شخص، بيفيدك ان هو بيديك نقط على التطبيق تقدر تستفيد بيها خصومات او شراء حاجات معينة. اما انت بتسجل عن طريق حد، سواء عن طريق ايه، انا هسيب لكم كود تفعيل هنا على الشاشة، او عن طريق شخص تاني، خد بالك من نقطة مهمة جدا وهو ان انت ما بتيجي ترفع صورة البطاقة بيختار يا اما من الجاليري يا اما من الكاميرا، يعني انت ممكن هنا التطبيق يفتح لك الكاميرا وتصور البطاقه وقتها، او ممكن تفتح الجاليري بتاعك وتكون مصور البطاقه قبل كده وترفعها، وفي نفس الوقت برده وانت بتحط رقم البطاقه تحط رقم البطاقه اللي اتسجلت بيها بيانات الفيزا. وزي ما انتم شايفين انا رفعت صوره بطاقتي، هنا عمل لي صح على الواجهه وعلى الخلفيه بتاعه البطاقه، وهنا لازم تعمل موافق على الشروط والاحكام، وبعد كده هعمل كومبليت. بعد كده هنا بيقول لي انت عايز تحط ايه البين كود بتاعك عشان لو عايز تعمل اي معامله، فانا هحط البين كود بتاعي، وبعد كده هعمل له سيف. ده شكل التطبيق اول ما بدخل عليه. في خطوه مهمه جدا لازم تعملها اول ما تدخل على التطبيق، وهو ان انت تربط الفيزا بتاعتك بالتطبيق. ازاي ده؟ انا بعمله، باجي هنا تحت بضغط على يلا ماني، وبعد كده هنا بيطلب منك تفتح الكاميرا بتاعتك عن طريق التطبيق وتعمل سكان للكيو ار كود اللي في ظهر الفيزا. طبعا انت عارف ان فيزا يلا بي بتيجي 16 رقم بتوعها في ظهرها، وبيجي كمان الاكسبايري ديت او تاريخ الصلاحيه برده في ظهرها، وبيكون موجود كيو ار كود. المطلوب منك ان انت تضغط على علامه الكاميرا دي، بيفتح لك الكاميرا بتاعتك وبتعمل سكان للكيو ار كود. وده شكل الفيزا بتاعتي بعد ما ربطتها. دلوقتي انا اقدر اعمل اي معامله، انا هشرح لكم التطبيق بالتفصيل في فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم. فانا دلوقتي سجلت في التطبيق بصوره بطاقتي وربطت الفيزا بتاعت يلا بالتطبيق، وفعلا الرصيد سمع في التطبيق، وسجلت برده عن طريق شخص تاني، عشان كده لو تلاحظوا انا عندي 2000 نقطه. في نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارفها وانت بتربط الفيزا بتاعتك بالتطبيق، وهو ان الفيزا بتاعتك لازم اصلا تكون متفعله، وانا شرحت لكم 3 طرق تفعيل الفيزا في فيديو سابق. كده انا بوصلت لنهايه الفيديو، ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هتكلم عن معظم امكانيات التطبيق، وهتكلم على طريقه شحن فيزا يلا باي بفيزا ايزي باي نفسها وربطها بالتطبيق. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.